كانت مصادر صحفية أمريكية تحدثت عن وجود 12 إلى 14 قاعدة في العراق. نتابع هذا الكلام الذي قد يبدو مبالغا فيه، ولكن يعني ما أوردته هي مصادر صحفية أمريكية. يعني عرض الفيديو لهذا الأستاذ فلاح يؤكد ما ذهبت إليه من الأهمية الجيوسياسية للعراق عند يعني الخبير العسكري أو المسؤول العسكري الأمريكي. تفضل. نعم بالتأكيد، يعني شوف العراق مهم بالاتجاه الجيوسياسي بسبب أنه العراق واحد من أهم المنتجين للطاقة للنفط، هاي واحدة. يعني العراق لم يعد الطاقة شغل شاغل الولايات المتحدة، قد يكون شغل شاغل لدول أخرى. لا هي أبديت يعني تكون شغل شاغل، يعني هو مرات أنت يعني شوف هسه الشركات اللي تهرب النفط في الخليج تخضع إلى مراقبة دقيقة من قبل المخابرات الأمريكية، لأن تخشى من أن هذه الطاقة قد تذهب إلى تمويل الإرهاب أو تمويل جهات أخرى معادية. يعني هناك أكثر من وظيفة، ليس فقط أنك تستثمر هذه الطاقة للحفاظ على الطاقة ومراقبتها، هاي أولا. ثانيا العراق هو الحد الفاصل ما بين الخليج الغني بالغاز والنفط وغيره وبين إيران، لأنه ضمن استراتيجية إيران هو التمدد الإمبراطورية الإيرانية في عموم المنطقة، يعني الخليج جزء من منطقة الشرق الأوسط. ثلاثة، وجودها بالعراق هي صاحبة المشروع السياسي بالعراق حقيقة، يعني احنا يعني شئنا ام ابينا. صحيح. بالنتيجة يعني هي العراق ما بعد 2003 منتوج امريكا بالضبط، فهذا الموضوع حقيقة هي تمسك الارض ناهيك عن كونها تمسك الفضاء ايضا او الجو او السماء، بدلالة يعني يوم امس كان مطار بغداد مغلق لمدة ساعتين او ثلاث ساعات، جهات عراقية متعددة ما تعرف شنو السبب بهذا الغلق. ما الذي تبين؟ تبين انه احد شخصيات في حلف الشمال الاطلسي كان قادم او للقاء خاص مع قادة عسكريين او وظيفة اخرى يعني، ولم يصدر بيان عراقي بهذا الموضوع حقيقة، الغلق والقطع، قطع شارع المطار وغلق المطار. بالنتيجة انا اعتقد حسابات استراتيجية الامريكية صارت تؤكد على اهمية وجودها وتأثيرها وأن يكون القرار لها في العراق حتى بأقل تقدير حتى ينتهي مشروع الملف النووي الإيراني.